جزاكم الله خيرا. تقول السائلة من السودان: إذا رفض الزوج على زوجته النقاب، هل إذا أطاعته تعتبر آثمة؟ لأنهم يقولون بأن طاعة الزوج واجبة والنقاب مستحب، ويجب تقديم الواجب على المستحب. وجهونا بذلك. الواجب على المرأة أن تستر وجهها، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها في كشف شيء من وجهها أو كشف وجهها كله. إذا طلب منها ذلك أو أمرها بذلك فلا يجوز لها أن تطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكشف الوجه أو كشف شيء منه معصية لله ولرسوله، وليس من حق الزوج أن يأمرها بمعصية الله عز وجل، بل الواجب عليه أن يأمرها بطاعة الله وأن يلزمها بطاعة الله، لا أن يأمرها بما يخالف ذلك. نعم.